بيكم ومرحبا في قناتكم كانت روزا تشانل. فيديو جديد عن مسلسل اترك بابي. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. اعملوا فولو على انستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه التانيه، سيبلكوا لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اترك بابي، اخبار حصريه عن المسلسل وخبر مميز جدا عنه، فكمل الفيديو للاخر. بالامس اتعرضت الحلقه 44 من مسلسل اترك بابي، وكانت حلقه اقول ايه فيها من كتر جمالها وحلاوتها. في بدايه الحلقه انا افتكرت ان كيراز اتصدمت وطلعت تجري، وان هي مش عايزه ان يكون ده والدها، لكن طلعت انها بتعمل حاجه تاني خالص وبتشكر ربنا ان سركان بولات هو والدها. انا ما فهمتش هي ليه عملت كده، لكن واضح انها كانت بتتمنى ان سركان بولات هو اللي يكون والدها، وزي ما بيقولوا الدم بيحن، فهي عشان كده حبته. اي مشهد كان ما بين كيراز وسركان كنت بضحك بس فيه. وقت ما كيراز قعدت تعيط، انا مفهمتش ده كان عياط ولا تمثيل، بس هي بتعيط وهو مش عارف يهديها وبيتصل بانجن. عجبني قوي سركان وهو متلخبط ومش عارف هو يعمل ايه لانه اب جديد. مشاهد ايدا وسركان وكيراز مع بعض، وكيراز لما لعبت عليهم اللعبه الخبيثه وفي الاخر حصل كوبلة ما بينهم، يعني حسيت ان انا عايزه اسقف لكيراز، لو برافو كيراز برافو. والبالونه اللي كيراز طيرتها لوالدها قبل عيد ميلادها عشان تقول له ان النهارده عيد ميلادي، هي نفس البالونه اللي سركان جابها لكيراز. عشان انا قلت لكم في فيديو قبل كده هو ازاي عرف يجيب البالونه، قلت لي ممكن يكون اشترى واحده غيرها وكتب نفس الرساله، وطلعت في المشهد ايه ده وهي بتقراها هي نفس الرساله بخط ايد كيراز. طب جابها ازاي بقى؟ انا لحد دلوقتي مش قادره احل المعضله دي، لكن هي كانت توتال حلقه جميله. انما مشاهد الوصايه بتاعه ايدان وايفار ملناش دعوه بيها، ما عجبتنيش، كنت بعملها سكيب دايما عشان مش عايزه اتفرج عليها. المشهدين اللي خلوني اضحك من كل قلبي، المشهد الاول سركان وهو متضايق جدا وعمال يقول لي ايه ده، دايما تخدعيني بلسانك الحلو ووجهك الجميل وانا مثل الاحمق، انخدع دايما، لن انخدع مره تانية، انت ازاي يبقى اسمك ايه ده، انت لازم يبقى اسمك ورد، انا مش هنخدع مره تانية. ضحكني جدا، انا مبقتش عارفه هو سركان متضايق من ايه ده ولا هو بيمدحها. بيقول لها انت ما ينفعش اسمك ايه ده، انت المفروض اسمك ورد. طب ورد دي حاجه بتمدحها يا ابني، ركز كده وانت بتتخانق معاها، انت ايه بتحبها قوي للدرجه دي. والمشهد التاني هو مشهد نهايه الحلقه، اردام وهو واقف قدام القاضي، بجد ضحكني جدا وهو مش عارف يقول هل سركان ما ينفعش يكون اب ولا ايه ده، هي اللي ما ينفعش تكون ام. وفي النهايه قال اوبجكشن، مش قادره اقول لكم قد ايه كنت بضحك على اردام. ولا مشهد النهايه والقاضي حكم لهم ان هم يعيشوا في بيت واحد عشان لما يبقى فيه جلسه تاني كيراز تختار ما بين الاب والام. واكتر حد كان مبسوط بان هم يعيشوا في بيت واحد هي ميلو، شفنا ضحكتها في نهايه المشهد، كله اتصدم الا ميلو. وطبعا ميلو بتمثل كل المتابعين ان احنا كمان انبسطنا ان هم يعيشوا في بيت واحد. وده هو رايي في الحلقه، انا عارفه اني طولت عليكم بس انا بجد الحلقه عجبتني قوي. وكالعاده بعد ما تتعرض الحلقه بننتظر تاني يوم عشان نعرف نسبه المشاهده، وحصل مسلسل اترك بابي على نسبه مشاهده 3.64، انخفض عن الاسبوع اللي فات بفارق 0.1، يعني انخفاض لا يذكر. لكن اللي انخفض اكتر منه بكتير هو مسلسل اسقف زجاجية اللي بيتعرض معه في نفس اليوم، لانه حصل على 1.64. المسلسل ده لو حد بيحبه، انا اسفه في اللي هقوله، بس هو هيتوقف قريب لان الرقم ده رقم غير مبشر بالمره. وبالنسبه لنسبه السوشيال ميديا، فحصل مسلسل اترك بابي على المرتبه الاولى بعدد اصوات 1,694,289 صوت. ما اختلفناش عن الاسبوع اللي فات لان الاسبوع اللي فات كان تقريبا نفس الرقم. وبالنسبه لنسبه سميرة، وهي النسبه اللي بتهتم بهاشتاج المسلسل وبالبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض يوم الاربعاء، فحصل مسلسل اترك بابي على المرتبه الاولى بعدد اصوات 32,097 صوت. وفي تكرار الحلقه حصل على المرتبه الثانيه بعدد اصوات 28,053 صوت. تكرار الحلقه هنا مش لان الحلقه ال 44 اتعادت، لا، لان الموسم الاول بيعرضوه حلقه ورا الثانيه كل يوم الساعه 11 الصبح بتوقيت تركيا، فده عدد الاصوات للحلقه اللي بتتعرض من الموسم الاول. وبالنسبه للخبر المميز اليوم 8/7، وهو اليوم اللي اتعرضت فيه الحلقه الاولى من مسلسل اترك بابي الموسم الاول. فاليوم تقريبا بنحتفل باننا اتعرفنا على اجمل واروع كاست شفته في مسلسل تركي. وشركه انتاج المسلسل نزلت البوست ده عندها على انستغرام وكتبت فيه سنه كامله واحنا مع بعض، من الجيد ان انتم موجودين مسلسل اترك بابي، ومن الجيد انكم موجودين متابعين المسلسل. وشكرت بالذات دوله مكسيكا لانهم عملوا اعلانات في الشوارع زي ما انتوا شايفين في الصور كده بان مسلسل اترك بابي عدى عليه سنه. وبلاد كتير قوي من متابعين المسلسل ايضا عملوا هاشتاج على تويتر بان انت اترك بابي عدى عليه سنه،
والهاشتاج ده كان منتشر في كل حتة على تويتر، وهو ده الخبر المميز ان احنا بقالنا سنة نعرف كارن بيرسون هاند ارشل كثنائي ونعرف مسلسل اترك بابي عامة. بس كده دي كل الاخبار عندي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات ونرد عليكم. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.